مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا فيكم بحصه جديده من سوي اي لايف اللي بنطلع عليكم فيها كل يوم على شاشه الشروق، شاشتكم الشروق. طبعا اليوم يوم مميز جدا لانه منورين على اليمين وعلى اليسار، يعني منار ونيفين، ما في احلى من هيك منار اليوم. توحشتوني؟ توحشناك بزاف منال. توحشناك بزاف بزاف منال. بلاستيك خليتيها فارغه، لا توش تاع منال غدا ما كانتش معنا. أنا رجعت لكم مع الأسف، رجعت مريضة، صوتي شوية رايح، لكن سعيدة جدا أني لقيتكم مشاهدينا الكرام متابعينا دائما سوية لايف في هذا البرنامج اليومي اللي يطلع لكم دائما من 4 و5. أكيد في حضور كريم بوباكور اللي راهو غايب مع الأسف اليوم، وللأوف تاعو اليوم ميهو منور دائما وبطبيعة الحال نيفين. شكرا منال، يعطيك الصحة وتوحشناك وتوحشت هذه الطلة الحلوة مقابلتني معايا. مساء الخير كريم. مساء الخير عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تشوفوا فينا في سوعة لايف اللي يجيكم دائما من 4 ل5 بموضوع مواضيع ومعلومات اللي تفيدكم واللي نستفادوا كامل بها. وش نقول لهم ثاني؟ يتصلوا بنا على الرقم الظاهر اسفل الشاشه. اسفل الشاشه نذكركم به 023 70 93 64. رانا هنا طيله هاد الساعه نستناو في اتصالاتكم، مواضيعكم، اقتراحاتكم. سيغتو منال راهي معنا، واليوم جات منال متوحشتكم بزاف، توحشه لي زافيل معاكم. والله متوحشتكم مالكري مريضه وجيت اليوم. طيب منال في ابيل، استقبلي. الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء الانوار، وش راكي؟ شكون معنا ومن وين؟ اهلا، معكم نوره من قصر شلاله. البارح كنت عيطت. اهلا يا نوره. كنت لابيل. مرحبا بك نوره. لاباس الحمد لله. سؤال علي. وش راكي اخت منال؟ راكي مليحه؟ تخيل يا الله، الحمد لله. سؤال علي. الحمد لله. عوده وميمونه توحشناك. يتوحشك الخير يعيشك. وش راكي الاخت نيفين؟ في الخير. وش راكي نوره؟ لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله. وش راك الاخ كريم؟ الحمد لله صافا، انت مليحه؟ والله غير لاباس الحمد لله، يعطيكم الصحه بغيم وشويعه هايله. الله يسلمك. نورا، قبل ما نبداو نحكيو على مواضيعنا بصفه عامه، راح نحكيو على موضوع كريم ميهوب وموضوع نيفين، وايضا على موضوع الحدث اللي هو يناير. كل منطقه عندها عاداتها وتقاليدها في هذه المناسبه السنويه. نستقبلوا سويا نهار الاربعاء ان شاء الله العام الجديد، العام الامازيغي. لو تحكي لنا انتم عن عاداتكم، لانه من غير انه عام امازيغي هو عام وطني جزائري، كل منطقه يحتفلوا بالطريقه اللي خاصه بالمنطقه. انتم في منطقتكم كيفاش تحتفلوا؟ نحتفلوا حنايا نديروا، واش في الاخت مانا، نديروا الشرشم. شرشم لازم نديروا الشرشم في العام، نديروا القمح ونديروا الفول ونديروا اللوبيا ونديروا العدس، هكا كاع نطبخوهم مع بعض هذو. ايه اكشولي السوب هذه انا ما نعرفوش الشرشم، نسمع به بصح ما نعرفوش. ايه ايه جو السوم، وهذا هو عندنا حنايا في قصر شلاله معروفين به، اوبلي لازم نديروا سيغتو في العام. بالقمح والحميصه والفول صح؟ والفول والعدس. والعدس. واه طيبوهم كامل في الماء والملح. ايوا من بعد كي يطيبوا كاع كامل يطيبوا، نديروا لهم هكا ندير لهم زبده ولا دهان ولا. ايه صحتكم. اي سلمك. ايوا كاين كي نديروا المرقه كما حنا ديما نديروا طعام واللحم، حنا عندنا معروفين بكالي يديروا الشخشوخه وكاع، بصح حنايا المنطقه تاعنا معروفه بالطعام واللحم. نديروا طعام اللحم تاع الخروف نطيبوه في المرقه حمراء ونضيفوا له هذاك الشرشم دي فوا في المرقه هذيك. داكوغ، تما تزيدوا الشرشم في المرقه تاع الطعام. هذيك هي جو سمو. عندنا ثاني طبق مشهور به البرزقان. وسمو؟ اسمو البرزقان، شخشوخه حلوه. البرزقان شخشوخه، ما نعرفهاش شخشوخه حلوه. بالخطير. ايه. اها. هيا نديرو هذاك البرزقان، نديروه بالمسمن ونديروه المرقه تاع الهرمس والتمر. والله اليوم اطباق جديده اليوم عملتها ثانيه معلومه. ما نعرفوهاش كاع، زيد زيد. ايه احنا عندنا هذو الصالح صح، على بالي ما تعرفوهمش، مي حبيت نعرفوهم لكم برك في قصر شلاله احنا واش نديرو. يعطيك الصحة ولا عرفتينا بهذا. والله الله يعطيكم الصحة فغيمو. وأخت نيفين بلا نشكرك البارح على الموضوع هذاك تاع الماكيتة في المرأة، الماكيتة في البيت، كنت حابة نطلبوا منك ياخذ كوباتي لابيل. معليش، المهم تبعتيه وشفيت على واش قلت؟ تبعتو هايد والله، هاي سخت عجبتني هذيك تاع الكيكوطة كي قلت لنا طيبوا مع الصباح. أنا والله قلت غنعود نديرها كيما هاك. البارح هضرت على الكيكوطة، اليوم لا كوكوط، اليوم حتى هضر على البيدون، واش دير شوفي الأخت مانا كان البارح كريم كان يقول لي باه قصر شلالة كيفاش معروفة، قول له إذا تقدر نواصل معاك نوري لك في قصر شلالة كاين مناطق، قصدو قال لي نحوس على مناطق هكا باش نعرف باش يديرها موضوع سبيسيال عندكم. معليش خلي الرقم الكونترول ماله، هو يتواصل معك ويعيط لك. خلاص، باسكو البارح تكوبات لي ولا كي قال قصر شلاله، خاطر احنا عندنا ماهيش معروفه بزاف قصر شلاله، الناس منا نقول لهم تيار
بصح اكزاكت فيها مناطق فيها 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 كيما حنا نقولوا فيها عندنا بلايص تاع تحواس شغل معروفين كيما كتقول لي ما بكري جبدوهم. اي حابه نتواصل مع الاخ كريم باش نعطي له معلومات وهو يقدر لهم في الموضوع. خلاص خلي رقمك للكونترول وهو يتصل. اي ندوز بارك الله فيكم وصحيتو يناير مبروك عليكم كاع وعلى الشعب الجزائري. ان شاء الله العقوبه العاجله كريم سلمتك. ان شاء الله شكرا كثير لك وشكرا على المعلومات وان شاء الله بدنا نجي نزوركم قصر الشلاله وندوق هدول الاكلات اللي ما بيعرفوها موجودين بمنادى. لا احنا ما نعرفوهاش ان شاء الله. شكرا نوره. شلمتيني نسيت بصراحه. كريم كي قالت لنا عامكم بخير وش علمتك كلمه؟ نسيتها. كريم وش علمتي؟ انا ما قلتش. علمتني بالقبايلي. علمتني بالقبايلي. تعرفي انت اس قسم قاس. ها اس قسم قاس مشاهدينا الكرام. كنت غادي نبدا بها الحلقه. شكرا نيفيل. العفو انا اللي علمتها لك بوختو. احنا اس قسم قاس خلاص اوكي. يلا نبدا مواضيعنا. ناخذ اتصال ثاني وبعدين نبدا بالموضوع لانه انا حابب الاتصالات حبيت الاعلانات. كيما تحبوا اذا عندنا اتصال نصغر الاتصال اذا ما عندناش اتصال نروح لموضوعك وموضوعك. طيب هلا بالكنترول بيقولوا لي اذا في اتصال بنستقبل اتصال وبعدين بنروح للموضوع. عندنا اتصال؟ نظن انه ما كانش اتصال. اوكي خلاص. يلا نشوفوا موضوعك. كاين ابل كاين اتصال. كريم مصر على الاتصال. يلا اتصال اتصلوا بنا مشاهدينا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم ام اسحاق من بومرداس. مرحبا بك وبناس بومرداس. وشكرا لكم مداح. لاباس الحمد لله. سؤال عليك. الحمد لله يا اختي شحال من خطره نسيت نعيط 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 ما حكمتكمش بصح اليوم انا حكمتكم. يلا من حظنا الحلو من حظنا الحلو سمع صوتك. تعيش اخي بارك الله فيكم. يلا معك حبيت نقدم اهداء برك. اوكي. تفضلي. حبيت نقدم اهداء لزوجي امين حيزيه من بومرداس. الله يخليكم لبعض. وحبيت نقدم اهداء لامي وابي. ولا فامي بن يعقوب ولا فامي مازوني. اوكي ربي يسلمك. وكل اللي يحبوك. وتعيش تعيش. ونحن كمان نقدم اهداء لكل اللي هديتيهم. ونحن من متابعي قناه الشروق بزاف بزاف. وبقاو دائما اوفياء لقناه الشروق. تعيش اختي تعيشي. طيب طيب نسالك هلا شو هما المواضيع؟ ونشكركم بزاف على المواضيع اللي راكم تقدموا فيهم. العفو. شوفي انت راكي انت راكي تهدي وتشكري وكانك رايحه نحن بدناك تبقي معنا شويه. شو هي المواضيع اللي عم تحبي انك تتابعيها بالبرنامج؟ سنه سعيده علي يناير وان شاء الله يكون عام سعيد علينا وعليكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. طيب عم اسالك عم اقول لك شو هي المواضيع اللي انت دائما بتحبي تشوفيها بسوي على لايف؟ شو هو نوع المواضيع اللي بتحبيها؟ التقليدية ولا كما البارح درتو على المرأة الماكيتة في البيت. عجبني الموضوع بس كاين بزاف نساء راهم يتابعوا فيكم من البيت وتانك ماشي غير ماكيتين في البيت راهم يخدموا تانك في بيوتهم. انتي ماكيتة في البيت؟ حبيت نسقسيك جوستومون كي هضرتي انتي ماكيتة في البيت وهضرت انا البارح الموضوع تاع الماكيتات في البيت راني نشوف رواج بزاف وتفاعل معه. عجبك ولا وش من حاجه اللي حكمتيها من البارح حبيتي ديريها ولا هذه اللي حتولي تستعمليها في يومياتك؟ انا حابه باذن الله نتعلم مهنه تاع حفافه ولا عفسه هكا ولا بغا في البيت نديرها عادي. انا البارح كنت عطيتكم بروغرام اللي كيفاش تولوا تمشيو باش يولي يكفيكم النهار وتولي تقدري تعلمي لغات تعلمي واش راكي حابه تعلمي صنعه. تعلمي كيفاش راكي حابه. البروغرام تاعك ما شاء الله وباذن الله ان شاء الله نولي نمشي عليه. ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقك. هو السر دائما مثل امبارح بالتنظيم وكتابه المواضيع المواعيد وتكتبي جدول يومك لازم ان شاء الله ان شاء الله. المهم الحمد لله لكم بخير يعطيك الصحه. شكرا كثير لك. شكرا لمتابعتك ونورتينا. صح صح ميرسي. اذا بدنا نبدا بالمواضيع هلا يا مناه مستعجله انت هالمواضيع متحمسه تسمعي مواضيعنا اليوم خصوصا موضوع الدلو هذا البيدون. موضوع الدلو خلص رح نروح فورا لعند الدلو. نبدا بالبيدون تاعي. نبدا بالبيدون. الناس تطيع على كوكوت اليوم البيدون. الناس تسمع في البيدون حكايه الكوكوطه قلت لهم معلش دائما عندنا نساعدهم مشكل ما كنتيش باش تعرفي. يخافوا من الكوكوت؟ لا 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 صارت لي حكايه طقطقت عليا كوكوطه اون بارونتيز. الو شاف. لا لا تفضل. الو شاف اش فيها تانيك نو؟ سيتي لا بلاك. لا بلاك داكور. سي بيغ. نو البارح كنا نهضروا كيفاش تنظمي الوقت قلت لهم صباح كي تنوضوا ولادكم يقراوا ما توليش ترقدي رزق من وقتك طيبي فطورك كوكوطه وحده تبقى الفطور وعشاء هكا تكوني مهنيه. مسيو كان يم بوباكور في الغيبيه قال لهم نو لا الكيكوطه تاع الصباح كيكوطه تاع العشيه ماشي كيف كيف ماشي كل يوم ناكلوا عند الصباح وناكلوا عشيه
سيتي صالح كي تاع الكوكوطا منال تاكو اوكي باش تكوني اجونتي منال انت بدنا نطلب منك قولي لي طيبي على الفطور ولا العشاء ولا بتطيبي اكله واحده ما عندك مشكله بالموضوع لا الفطور والعشاء هي ندير هذه لعبه تاع الكوكوطا اصبح ندير زعما لي سوق بيكونوا معايا خلاص منال معايا ماشي جو سوي كونتر مع فكرة انهم يطيبوا فطور وعشاء تزيدي على السفلاشه لا كي يكون دي سوق لازم تضيف لازم تضيف كي تكون اون سوب بين تزيد حاجه معاها تزيد حاجه اكوتي ما حبش الماكله تاع السبو زعما بركوكس لا انا كنت عم احكي لهم انا عندنا بسوريا مثلا انا بسوريا ما فيها هي العادات تبع الطيبه اكثر من مره في النهار نحن نطيب مره واحده لا لا انتم ما عندكم الابتداش تاعكم افطار ديجا غني ما شاء الله عليكم فتاكلوا في العشاء ولا عندكم تاع الخمسه تاع العشيه السته صح؟ الربعه الربعه هو اللي نحن بنسميه الغداء اللي هو انتم بتسموه فطور نحن على الثلاثه الربعه مصريين الربعة هكاك ثاني صح نحن نطيبوا في الفطور بيا حاجه ثقيله وفي العشاء لازم حاجه خفيفه تزيد واذا ما تقوى لهم الفطور لا لا لازم المنيو تاع الصباح ماشي هو تاع الليل حتى لي لافوا معليش راح نبدا انا نهضر على حكايه البيدون اللي معنا اللي تفضل لكم عليه ما لاني حنحكي على بلاد اللي تحبيها بزاف اللي هي مودينا هي عاصمه مقاطعه مودينا اقدم تاريخ عرفته البشريه بون يقول مودينا وين جايه لايطالي انا بالي جي تابي فور أقدم تاريخ عرفته البشرية لوجودها في القرن الثالث قبل الميلاد وقد كانت مستعمرة رومانية قديمة تمت مهاجمتها وإعادة بنائها أكثر من مرة وذلك لأهميتها الاستراتيجية الكبيرة فهي تقع على مفترق طرق حيث يحدها نهران نهر سوكا ونهر بانا ولكنهما لا يمران بها مدينة أيضا بامتلاكها تاريخ عريق في صناعة السيارات الرياضية كما الفيراري هي تعتبر من المدن السياحية الغنية بالمباني العريقة والمتاحف أما مدينة بولونيا بولوني ماشي لا بولون دوكي باش ما تتلفلكمش بولونيا بولون قد تأسست عام 534 قبل الميلاد على أيدي الأتروسكان وفي القرن الرابع أعلنت كمستعمرة رومانية أيضا وقد سبقت مدينة حيث تحولت لبلدية حرة في القرن 11 وبعد تاريخ طويل يشبه تاريخ مدينة في الانهيار وإعادة البناء بولونيا فيها جامعتها الأعرق في أوروبا التي تأسست عام 1800 وقد عرف عن البولونيين منذ القدم انغماسهم في الحياة الثقافية دائما نسمعوا حرب كل مرة في بلاد على واش تنوض الحرب على واش تقوم هادوما كان سبب صح كانت عندهم شحنة بيناتهم كانوا ما يتفهموش لأنه كل وحدة كان عندها اتجاه تاعها دوك تعرفوش من اتجاه كانوا يتبعوا لكن كان عندهم تاني سبب اللي زاد ولد الحقد بيناتهم سبب تافه بدون وبدون وشنو مشي تاع ذهب ديامون جولد تحطب خشبي هاوليك اللي راه في المتحف هذا اللي ماتوا واش متهمش كان حيعمروا الماء ولا واش بس هذا باين بدون تاع البير دوك تعرف علاش هذا شوفي هو في كثير حروب بالتاريخ حتى بالتاريخ العربي في عندنا حرب مشهوره اللي هي دامت تقريبا دامت 40 عام اللي هي حرب البسوس حرب البسوس هي اسم الامراه اللي بسببها قامت الحرب هي شعلت حرب بين اولاد العم داكور اللي مره حكينا كنا عم نحكي عن مسلسل زير سالم هي كانت قصه مسلسل زير سالم عن حرب البسوس ففي كثير حروب بالتاريخ في لها اسباب ممكن تكون تافهه او هذا الدل وهذا هذا اللي مش مخدومني بالذهب ني بالديامو تماما في عندنا حرب داحس والغبراء في عندنا كثير حروب فهلا هي حرب في مقتل اكثر من 2000 جندي هذا 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 اللي مهم انا مش اللي خلاها تنوض الحرب عليه يعني حنحكي لك ما انا تحمستي في بداية القرن 14 وتحديدا عام 1325 عانت ايطاليا من توترات وحروب بشكل متواتر على أراضيها بسبب توجهات شعبها السياسية المتعاكسة في أغلب الأحيان في إيطاليا ما كانتش موحدة كما راهي درك كانوا مقسمين كل بلاصة مقسمة وش تتبع كانت عبارة عن ولايات ومقاطعات متفرقة خاضت أحسابها ووسائلها نزاعات استمر لبعضها لقرون بدأت الحكاية كلها عندما انشب بين الجارتين مودينا وبولونيا خلاف صغير أخذ في النمو قعد يكبر يوم بعد يوم قعد يزيد هذاك الخلاف بين مودينا وبولونيا وقد نشب ذلك الخلاف بسبب عدم توافق بين الانتماءات السياسيه لقاطني كل من مودينا وبولونيا فسكان بولونيا عرفوا بتأييدهم للبابا والكنيسه وقد سمي حزبهم بالغويليفيين اما سكان بلده مودينا عرف تأييدهم الامبراطور وسموا حزبهم بغليبينيين تما هاد الزوج كانوا ما يتفاهموش والو عام 1325 وقعت معركه وسميت بمعركه زابولينو وأخذت هذه المعركة موقعها خارج أسوار قلعة سيرافالي لقرر سكان مدينة أخذ حصتهم من الحرب خلالها فقاموا بالهجوم على القلعة وأصروا سكان غويليفيين
الذين سرعان ما انقلبوا على بدتهم الام وعلى نوع ولائهم لاسيرهم غلي غليب غبي غلي اه راحت لي راحت رايحه غيبلينيين فوالا غيبلينيين الغيبلينيين الغيبلينيين انا ما بصح حفظ صحيحتي. هذه المعركة تعتبر احدى اكبر الاشتباكات الميدانية في العصور الوسطى حيث اسفرت عن مقتل 2000 جندي في ميدان المعركة ولكن القصة ما حبستش بعد ما اختلفوا زادت عاودة ناضت قررت بولونيا بدورها الانتقام من مودينا بعد هذا الخلاف اللي صار بيناتهم قررت بولونيا تعاود ترجع لمودينا بعثت جنودها لمحاربتهم وكان العادة تاع بولونيا 6 أضعاف مودينا لكن الخبرة اللي كانت عند مودينا خلاتهم خسروا كونتر بولونيا وبولونيا خسرت بزاف فيها وإذ بهم يخسرون قلعة حدودية أخرى باسكو كانوا اللي يخسر بلاصة اللي يخسر في الحرب هذيك وين كانوا تديها هذيك المنطقة إدارة الحرب يخسر أراضي أكيد إكزاكتومون بولونيا خسرت هذيك القلعة الحدودية تحدثها مودينا قلعة أخرى من قلعهم لصالح جنود مودينا الذين تقدموا بدورهم نحو مركز بولونيا وحاصروها كل الجهات وما هجموهاش برك خيموا لتما وقعدوا يديروا الحفالي ويديفيلي وفرحانين اللي ربحوا وكي جاوا خارجين كان كاين واحد البير رفدوا ذاك البيدون هذا البير اللي عمرو منه الماء كما راكم تشوفوا في هذا لافوتو ولم يكتفوا بهذا قرروا ما يروحوش بيدهم فارغه داو معاهم دلو بئر المدينه الشهيره للسخريه من سكان بولونيا يعني كما صارت حديثه المروحه احنا عندنا هما داروا حديثه البيدون هذا كي جاو خاطرهم نضت الحرب تاع البيدون زادوا اختلفوا وقعدت النزاعات دائما بيناتهم على جلب الدو اللي يحبوا يديوه الى يومنا هذا ما قدروش يسترجعوه حاولت بولونيا عده مرات وكل الاساليب باش يرجعوه لكن ما قدروش وعرض الدلو بعدها في راهو في المتحف و ما دخلش الناس كون بازار باش يسترجعوه لا لا ما قدروش وما راحش ما قدروش والو سكان بولونيا منذ ذلك الحين باستعاده دلوهم المسروق بينما يحتفظ حتى يومنا هذا في برج جيرلاندينا في المدينة ليبقى شاهدا على كل ما حدث وتعتبر هذه الحادثه اغرب الحروب اللي مرت بها البشريه اكيد تيماجيني تيموتوا 2000 جندي على جال بيدون باسكو مور هاد لاكسيون زادوا تناضت بيناتهم زاد الخلافات سيغتو بولونيا قاعده غير تبعث الجنود وتحاصرهم باش يدوا البيدون هذا المتحف لازم راح نزوره غير روحي صوري لي البيدون وبعثي لي نشوفه مانا هذا اللي قتل الناس ودار حاله تاع الحطب هذا هذه تاع الصغير ومحيين وكبار انا باخذ البيدون وبرجعه لعند اهله انا اذا بروح نزوره باخذ البيدون وبرجعه لعند اهله ماك شوف واش مغلقين عليه ما تقدرش تمسه باخذ معي رمزي اللي عم يقول لي راح موضوع حرب اخرى باخذ معي رمزي بيعاوني في هذا يلا شوفوا كاين اتصال ولا بدك تستقبلي اتصال بدنا نستقبل اتصال اذا كاين اتصال قلنا رمزي هلا الاتصال جاينا بالطريق بس قولي لي رايك في الحكايه منال اللي مسلخوني حبيت اغرب قصه في التاريخ لا اغرب الحروب اللي مرت على البشريه وي بدون بعدك اكزاكت بك غادي ياخذها كنت نحن كنا عم نقول لك نسميه سطر السطل ايه في سوريا بنسميه هذا السطل نيفين معك اتصال اذا بتحب تستقبلي الو مساء الخير الو مساء الخير مساء النور حمدكم لاح لا بس الحمد لله وانتيا الحمد لله السلام عليكم الحمد لله يا ربي منين كتصلي بينا وشكون معايا نرمين من البليده لا مين نرمين نرمين الله يبارك شحال في عمرك نرمين اون فون تبعني اون فون الله يبارك هذيك كيوت صح هذيك كثير كيوت واش راكي نرمين واش سنة تقراي؟ بخوميييغ اني وسافا اكيد تقراي مليح؟ ايه شاطرة ما نخافش عليك ايه توعديني تكملي تقراي تقعدي في الطورة ايه واش راكم تشوفوا سوي على فنتي وشكون؟ انا وخواتاتي وخواتي قصة البرميل اه تبعتي القصة تاع البيدون تاع اليوم ما عنديش بزاف ملي لحقت للدار كنت تقرا معنا اوكي معليش خوينا من داركم ولا فامي تاعكم يتبعوا سوي على واش من المواضيع حابين يشوفوها واش تشوفي واش تسمعهم يقولوا حاجه تعجبهم انا راني حابه نشوف المعالم التاريخيه اللي ما نعرفوهاش كاينه في الجزائر نجيبوها لكم ان شاء الله زيدوا واش راكم حابين ثاني واش راكم حابين ثاني نجيبوا لكم هكا حاجه خاصه بالعلوم العلوم داكو انت سيانتيفيك ولا ليتيرير بروميير اني 11 صغيره بروميير اني 11
تكني مريضة وانظر حتى ديك اختي في خميا غاني حطيتك في الليسي انايا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شكرا نرمين يعطيك الصحة. نرمين دائما معلش انا اسف نرمين خليكي دائما عم تتابعينا وانا دائما بنبسط بس عارف انه في اعمار صغيرة عم تتابعنا فهذا الشيء كثير حلو وان شاء الله رح نحاول قد ما بنقدر نقدم مواضيع كمان ممكن تكون لهذا لهي الاعمار اكثر. شكرا شكرا باي باي نرمين حمينا السعيدة ونحن نحبوك بالله نحبوك صحة جاب لي ربي نجيب لك الدروج من لما بدينا سوا رايف لهلا اصغر عمر يمكن بيحكي معنا لحد هلا واكثر حدا كيوت على قولتك هذه كيوت هذه كيوت وين نقولها كيوت طيب بتحبوا نروح لموضوعك نيرمين عفوا نيفين قلت لها نيرمين نيفين قلت لها عنوان الموضوع اليوم قالت لي راح البرد ورانا مرضانين هلا كمان لازم نحكي عن موضوع المرض ونقول لكل العالم ديروا بالكم على حالكم نعرف انه درجات الحراره هلا في كثير برد خاصة هنا هو شوي وايد يضر بزاف هو كمان في عواصف في عواصف هدول الكم يوم فديروا بالكم على حالكم ديروا بالكم على صحتكم كتروا امور ساخنه مثل ما حاجات سخونه في عندنا ابيل قبل ما نبدا في عندنا ابيل قبل ما نبدا الموضوع الو مساء الخير الو مساء النور مساء الورد كيراكم صافا صافا انت صافا الحمد لله معكم امينه امتياز يا اهلا وسهلا امينه نحبكم بزاف 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 ربي يسلمك نحبكم بزاف بزاف راكم عاجبيني فريمون روعه ساعه فريمون روعه ربي يسلمك ربي يسلمك خبرينا شو هو اللي عم يعجبك اكثر شيء شو انواع المواضيع اللي انت بتحبيها مواضيعكم كامل نحبها واني حابه مواضيع تخص الدراري الصغار مادام عندي زوج بيبي انا نحب هكا نتعلم على حاجه هكا مواضيع تخص مواضيع تربويه على التربيه ايه تربيه المواضيع النفسانيه بيسك الغيره كي عارفه الغيره بين خاوه بين هادو بيبي قد ايه اعمارهم؟ قد ايه اعمارهم؟ شحال في عمرهم اولادك؟ عندي واحد عامين وواحدة عندها 10 شهور ما شاء الله يبارك ربي يحفظهم لك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله قولي لنا امينه في تيارت كيفاش تديروا يناير واش وجدوا وي كيما قالت الاخت لي قبلي احنا في تيارت نديروا هكا شرش برزقال وننصحكم يعني كي كنتوا ما نعرفوش برزقال ننصحكم ذوقوا فريمون روعه هذا هذيك الشخشوخه اوكي لا هذه اللي فيها حمص لا لا هذيك الشرشم هذيك الثانيه هي الشخشوخه الحلوه وليدك او داير حال الله يبارك انقطع معلش الاهالي دائما اللي عندهم اطفال صغار ما حتى التليفون ما بيقدروا يكملوه وي انا شفت عملت كنت كيقول سؤال وشاف كانت تعيط لي وحده اللي كانت مثل لا تشوف فينا دايما تهضر بالعقل وقت لاسي تقولي نخافها تنوض نخافها ما نقدرش نعيط يا اختي نسلم عليها بزاف بزاف تما كي تشوفها ما كيعيطوا الامهات ويتابعوك ما كيك عندهمش الوقت ولا تين بالتربيه اولادهم ويتابعونا صافي بليزير اكيد اكيد وهذا الشيء دائما بيسعدنا يلا نروحوا للموضوع تاعك اللي مانيش حابه نلحق ليك اللي هو مرض من امراض العصر اللي كثير عالم بيحكوا فيه مرض نفسي اللي هو الاكتئاب كثير عالم بيحكوا فيه للاكتئاب بس للاسف نحن ببلدنا العربيه بمنطقتنا ما كثير بيحكوا بامراض النفسيه او الامراض اللي لها علاقه اكثر بالصحه العقليه لا كثير من الاسباب رح نحكي فيهم اكثر هي الاسباب لانه في عندنا دراسه لها علاقه بالشرق الاوسط والاكتئاب بالشرق الاوسط بس اول شيء بدنا نحكي معلومات بدي اقول اول شيء انه المصادر اللي نحن بنعتمد عليهم لانه في كثير ناس بيقولوا لنا انه من وين بتجيبوا هي الدراسات او هي المصادر نحن دائما بنحاول قد ما بنقدر انه المعلومه اللي بنقدم لكم اياها نكون معتمدين على مصادر رسميه مثل اليوم معتمد على منظمه الصحه العالميه ومعتمد على مؤسسه بعد شوي بس احكي عن دراسي تبعهم بقول لكم هي المؤسسه وين وشو اسم المؤسسه يلا كريم اذا الاكتئاب هو مرض شائع بالعالم يقدر انه بيصيب 3.8% من سكان العالم يعاني من الاكتئاب نحو 280 مليون شخص بالعالم ما هو رقم قليل ابدا 280 مليون شخص وبيختلف الاكتئاب من عن تقلبات المزاج العادي او اللي بتصير معنا كل يوم من ضغوط الحياه او ضغوط الشغل اكيد وهي الشيء كمان العالم لازم تفرق فيه بين الاكتئاب وتقلبات المزاج اللي لها علاقه بظروف الحياه اليوميه او الضغوط اليوميه اذا قد يتحول الاكتئاب الى حاله صحيه خطيره لا سيما اذا تكرر حدوثه بحده متوسطه او شديده وهذا كمان شيء من الاشياء اللي بتفرقه عن التقلبات المزاجيه انه الاكتئاب بيجي بفتره طويله
بيجي بحده شديده وبيستمر لفتره طويله، يعني ممكن يستمر لاسبوعين ثلاثه، وقتها الواحد بيعرف حاله انه ممكن يكون في حاله خطره، لازم يسال او يعرف او يستفسر اكثر عن هذا الموضوع. يمكن ان يؤدي عند من يصاب به الى المعاناه الشديده وتاثر الاداء بالعمل والمدرسه والاسره، ويمكن ان يؤدي الاكتئاب باسوء حالاته الى الانتحار. في عندنا حالات انتحار بالعالم حسب دراسات صارت 700,000 شخص، 700,000 شخص سنويا حالة انتحار. وكمان بيقولوا انه الانتحار هو رابع سبب رئيسي للوفاة للاعمار اللي بتتراوح بين 15 و29 سنة. رابع سبب رئيسي للوفاة. على الرغم من وجود علاجات فعالة معروفة للاضطرابات النفسية، فان اكثر من 75% من الاشخاص بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما بتوصلهم هي العلاجات او هذا الاهتمام من الجانب الصحة العقلية. بتشمل المعيقات اللي بتحول دون انهم يحصلوا على هاي الرعاية، نقص الموارد، نقص بأعداد مقدمي الرعاية الصحية المدربين. والسبب الأهم واللي نحن كمان بنعاني منه كثير بالبلدان العربية هو الوصم الاجتماعي للمريض. لأنه بتعرفوا نحن مثلا أي شخص ممكن تقولي إذا بدك تقولي لشخص أنا رايح عند طبيب نفسي بيقولوا لك طبيب مجانين. صح، يسموه طبيب مجانين لهلا بسموه. هذا هو المفهوم الشائع، انك تقول انا حان بسيكولوج يشوفك وش بيك، علاش مهبولك، اش ما كان. عندنا بك مش في المشرق، عندنا في المغرب العربي. عندنا المشرق ما كانش هذا المشكل. كاين يا منار، كاين عندكم كاين. احنا عندنا كاين نسبه جدا الى مقارنه بالمغرب. شوفي هلا هو في كثير اسباب لها علاقه بالعادات والتقاليد، لها علاقه بطريقه الجانب من الطب. هلا ممكن باخر كم سنه، كاخر كم سنه وخاصه بعد الحروب اللي عم تصير بالمنطقه، ان كان بسوريا ولا لبنان ولا فلسطين، لانه الحروب وخصوصا انه الدراما والسينما العربيه متفتحه على هذا النوع من الامراض وتقترحها ولا تحطها في اعمالها بشكل اوسع، انه تفهمهم باللي هذا طب عادي، بالعكس هو يساعد ويضيف النفسيه. وضحايا الحروب صار لازمهم، يعني لازمهم اكيد لازمهم رعايه صحيه نفسيه، رعايه صحيه عقليه. لهيك عم اقول لك يمكن هلا بعد ما صار في حروب خمس سنوات الاخيره بشكل كبير خصوصا في الدراما العربيه. في المغرب العربي ما عندناش ماشي مشكل فقط، مشكل عندنا احنا كاشخاص مش متقبلين، كما قلتي وكما قلت انه يروح عند طبيب مجانين يقول لك رايح بسيكياتر، عندها بسيكياتر، هو البسيكو ما يبداش فرق بين البسيكولوج والبسيكياتر. تماما. طيب هلا بدنا نقول انه مثل ما قلنا انه نقص الموارد ونقص باعداد مقدمي الرعايه الصحيه المدربين والوصم الاجتماعي المرتبط بالاضطرابات النفسيه. وبالبلدان من جميع مستويات الدخل لا يشخص الاكتئاب عند المصابين به تشخيصا صحيح في كثير من الاحيان، بل كثيرا ما يشخص خطا عند اشخاص اخرين لا يعانون منه وتوصف لهم مضادات الاكتئاب. هذا الكلام كله حسب منظمه الصحه العالميه اللي عم تقول انه في، يعني مو بس الدول اللي ما كثير عندها هي الرعايه الصحيه، كمان حتى الدول اللي عندها الدخل تبعها تمام ممكن يكون احيانا في اغلاط، لانه لحد هلا في دول ما عندها مثل ما بنقول دورات او اعتمادات لهذا النوع من العلاج. بدنا نحكي عن اعراض الاكتئاب. بيعاني المكتئب خلال نوبة الاكتئاب من تكدر المزاج، شعور بالحزن أو سرعة الغضب والفراغ، أو فقدان المتعة أو الاهتمام بالأنشطة في معظم الأوقات كل يوم تقريبا لمدة أسبوعين على الأقل، مثل ما أنا من شوي، مشان نفرقه عن التقلبات المزاجية العادية اللي بتجينا من ظروف الحياة. وقد تظهر عليه أيضا أعراض أخرى عديدة، منها ضعف التركيز، الإفراط بالشعور بالذنب، أو ضعف تقدير الذات، أو اليأس من المستقبل، أو التفكير في الموت أو الانتحار، أو اضطراب النوم، تقلبات الشهية والوزن، شعور بالتعب أو فتور الطاقة. إذا هي أعراض الاكتئاب بشكل عام. وأهم شيء أنه خلال نوبة الاكتئاب الشخص بعلاقاته، إن كانت الأسرية ولا الاجتماعية، بيصير في عنده مشكلة كثير كبيرة فيها، فبيصير شخص منعزل، بيصير ما عنده كثير تواصل مع الناس الموجودة معه بعائلته أو الأشخاص الموجودة معه بالمجتمع. وكان فقط نقطة ما بيش إذا تشاركني فيها، أنه كان بعض الأمراض العضوية والجسدية اللي تسبب في الاكتئاب، كما الكولونيرفو هو اللي يؤدي الاكتئاب، وعندنا كذلك الحالات اللي يحب ينتحر ويحب العزلة ويعود عنده ضيق في التنفس ومشاكل أخرى. يعني حتى الأمراض من غير الحالة النفسية، حتى الأمراض الجسدية ولا العضوية ممكن تؤدي إلى حالة الاكتئاب. هلا في أنا رح نطلع عندها هي، لأنه العلاقة اللي أنت عم تحكي في علاقات ترابط بين الاكتئاب والصحة البدنية. مثلا يمكن أن تؤدي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى الاكتئاب، والعكس صحيح، يعني ممكن الاكتئاب يعمل أمراض بالقلب والأوعية الدموية، وممكن كمان أمراض القلب والأوعية الدموية تؤدي للاكتئاب بالشخص عم يعاني. على بها يقول لك حتى في مرض السرطان كان بزاف يتعافوا منه إذا كانت حالتهم النفسية جيدة، وإذا دخلوا في حالة الاكتئاب
ما يقدرش يبراو منه مع الاسف ربي يعافينا. وبمرض مثل امراض السرطان الحاله النفسيه هي من اهم حتى كان حتى مرضى وين ما يقولوش عندهم مرض السرطان يعطوا لهم اعراض اخرى ولا امراض اخرى باش يتفادوا انه يدخل في هذيك القوقعه تاع المرض النفسي والاكتئاب اللي يؤدي به للانتحار قبل ما يكون يداوي اصلا من المرض العضوي اللي راه مصاب به. تماما. هلا بدنا نروح على العوامل المساهمه بالاكتئاب. بينجم الاكتئاب عن تفاعل معقد بين عوامل اجتماعية ونفسية وبيولوجية والأشخاص اللي عاشوا تجارب سلبية مثل البطالة مثل فقدان شخص عزيز أو أحداث صادمة أو خسارات هنن الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ويمكن أن يؤدي الاكتئاب بدوره إلى مزيد من التوتر واختلال الأداء أو أن يفاقم حالة حياة الشخص المصاب والاكتئاب نفسه. ثبت أن برامج الوقاية تقلل من الاكتئاب وتشمل النهج المجتمعية الفعالة للوقاية من الاكتئاب البرامج الدراسية البرامج المدرسية الرامية إلى تعزيز نمط التعامل الإيجابي لدى الأطفال والمراهقين. إذن هون هي نقطة كثير مهمة من النقط اللي أنا كنت حابب أني أكد عليها أنه الدورات والبرامج التدريبية اللي ممكن نعملها لأفراد المجتمع وحتى بالمدارس لأطفال المدارس لأنه عند المراهقين كمان ممكن نلاقي حالات كثير كبيرة من الاكتئاب ويكاين بزاف عند المراهقين في عندهم تغيير عمري في عندهم تغيير جسدي في عندهم كثير قصص عم يعني بس هي هذه الفتره الصعبه كامل اللي هي فتره المراهقه شفتوا وين ما يكونش تفاهم بين لي بارون وبين لي زونفون ما يفهموش بلي دون في هذيك الفتره وما يفهموش ولا ما كانش الكوميونيكاسيون باسكو الكوميونيكاسيون لها دور كبير وكان جاوا يكومونيكيو ما يلحقوش الاكتئاب كارين صح دوكا تشوفوا في المدارس عموما اغلب المدارس ولا ما كانتش كلها يعتمدوا على الطبيب النفسي والاجتماعي تلقى دائما سوسيولوج وبسيكولوج في لي زيكول من بريمير وطلع باش هكايا تكون كاين كيما قلتي لا كومونيكاسيون والحوار واش ما يقدرش يحكي في الدار وما يقدرش يحكي للبروف تاعو المعلم تاعو ممكن يحكيه للسوسيولوج هذاك ولا للبسيكولوج باسكو عنده طريقه تعامل مع الطفل يعرف كيفاش يتعامل معه فهكا بطريقه غير مباشره نعلمه من الصغر انه هذا السوسيولوج ولا هذا الطبيب النفسي الاجتماعي او النفسي ماشي طبيب مجاني بالعكس. هلا راح اسالكم سؤال هل بنظام المدارس عندكم هون في شيء اسمه نحن في سوريا في عنا المرشد الاجتماعي او المرشد النفسي مش اقول لك المرشد الاجتماعي هو موجود ومفعل بطريقه صحيحه يعني جدا صحيحه أوكي. خصوصا السنوات الاخيره العشر سنوات الاخيره وبكل المدارس كلها انا نظن بكلها ماشي كلها اغلبها منال اغلبها نظن بكلها مش عارفه يمكن ماشي كامل صح المدارس اللي نعرفها ولا وين يقراوا خالتي ولا وين لقيت انايا كاين اوكي لانه هذا بيان سور غضاب جازو من تمك باينه فيها غضاب جايزين من تمك بيان سور فيها وي سورتو لازم انا ثاني دوكا لي بارون عندهم هذيك العصا تاع قول لي احكي لي احكي لي ما ندير لك والو ما كي يحكي يدور عليه لازم يحبسوا هذا الطفل اكزاكتومون يولي الطفل يخاف يجي يحكي عصا وهذيك تقعد تكبر فيه تقبر فيه زعما في عنده مشكل اللي يقعد يحب يحكي للبابا ولا ليمه ما يحكيش يقعد مخبي في روحه هي اللي تدي به الاكتئاب يولي يعزل في روحه يولي ما ياكلش يولي يغلق على روحه ما عبروش كيفاش يدير ويقعد يتخبط وحده دونك هذيك الثقه ما يخليوش هذيك لا كونفيونس تروح بيناتهم احكي لي راني هنا باش نعاونك جو سوي لا نسمع لك ايتو وانا نفريو المشكل ماشي احكي لي بعد ضرعين جبد للسبتة اكيد اكيد وهلا بعد شوي رح نشوف بالدراسه اللي لها علاقه بالاكتئاب بالشرق الاوسط انه العنف بالصغر في له علاقه كثير بالاكتئاب. بتكشف تقارير منظمة الصحة العالمية أن الشرق الأوسط بيضم أعلى معدلات مرض الاكتئاب النفسي بالعالم ويحدث ذلك في وقت ينعدم فيه تقريبا الوعي بالصحة النفسية بل ازداد الطين بلي بالوصم الجماعي لصاحب المرض اللي مثل ما نحن حكينا أنه في صفات عند الناس بتلقوها على اللي بيروح لعند طبيب نفسي أو اللي عم يتعالج من مرض نفسي ما إلى أي علاقة بالواقع وبالصحة بس هي أشياء إن شاء الله نخلص منها إن شاء الله. واللي بيصير انه هو بيرهبوه وبيسارعوا الى تدبيره كليا باطلاق هاي الصفات. هلا الدراسه اللي هون معتمدين عليها شملت كل من المملكه العربيه السعوديه والامارات ومصر ولبنان وسوريا. المؤسسه اللي قامت بهي الدراسه هي شركه اتصالات اصداء بي سي دبليو اللي مقرها بدبي. وعملت هي الدراسه مشان تدرس شوي وضع الشباب العربي ومرض الاكتئاب مع الشباب العربي، رح نمشي شوي شو طلع معهم بهي الدراسه. بيقولوا انه خصائص الشخصيه بالشرق الاوسط ايضا تساعد على افتراسها بهذا المرض. بدايه بالتربيه بانماط عريفه هي الفكره اللي كنا بنحكيها من شوي انه الاهل احيانا ممكن مو احيانا باغلب الاوقات عم يروحوا للعنف من نحن صغار في عنا عقاب وضرب هدول الاشياء. هي ممكن تؤدي الى مراحل من الاكتئاب. ونحب نقول كريم بسمح لي ماناش نقول له ما تعاقبوش اطفالكم، عاقبوهم لكن بطريقه اللي تقدر تكون ما على باليش انا ماشي كي نضربو تسمعني عاقبته ولا ما نهضرش معاه،
ما نخليهش يلعب الجو اللي يحبه، نحيلو حاجه يحبها، هذه باش يولي هو يقول اه وي كاين ندير هذه. حرمو من التليفون، حرمو من الايباد، حرمو صار في كثير اشياء فيك تحرمو منها. نحيلو الميكي اللي يحبو، نحيلو الجو اللي يحبو، نحيلو الضرب بالشربية اساسا. اكزاكتومون الخرجه اللي يحبها نحيها له، هكا يولي يقول اه وي كي ندير هذه ما نديرش الحاجه اللي نحبها. الطفل وحده يفهم، ماشي كي تضربو، باسكو كي تضربو وقت تكسر لا كونفيونس اللي بعدكم يولي يخافك. وديت مره دوليدك نتهناو من حاجه نخرجوا في حاجه اخرى. حتى الانتقاد، حتى في الكبار، حتى الانتقاد السلبي، انه تشوفك، انا نشوفك سلبي، كل حاجه فيك سلبيه، طريقه كلامك سلبيه، تعاملك سلبي، مهنتك سلبيه، هذيك السلبي اللي تركبه لابنك حتى لو كبير، انه ولا حاجه فيها عجباتك تؤدي الاكتئاب. تماما كمان هي انا لي جون نيجاتيف ثاني بزاف تحكم على الشخص هكا يؤدي الاكتئاب كبير. وايضا كما قلنا الامراض العضويه بشكل كبير. قبل بك ما تكمل النقطه تاعك، سبق من رحتي للطبيب النفسي؟ للاسف لا، وانا بقول للاسف بكل فخر بقول للاسف لا، لانه ما صارت لي فرصه اني اروح عند طبيب نفسي وحاطه من ضمن الجدول اللي انا لازم اعمله، لانه بعرف حالي انه انا شخص هلا انا بعد شوي بعد ما كمل كنت حابب احكي اكثر عن تجربتي الشخصيه، بس ما انه هلا سالتي رح احكي عن تجربتي الشخصيه هلا. دائما اي شخص عنده ان كان مرض نفسي او اي مرض او اي مشكله بالحياه، لحتى انك انت تقدري تحليها لازم تعترفي فيها بوجودها. انا عشت بسوريا خلال الحرب 5 سنين. التراكمات اللي صارت بهي الخمس سنين بعرف انه هي عملت مشاكل عندي، مريت بحالات الاكتئاب. بعترف فيها لانه بعرف حالي اني انا بلشت اعالجها وبلشت الاقي الطريق الصح لحتى اطلع منها، وهذا الشيء دائما اللي بحب اقوله للناس، انه اعترفوا بالمشاكل اللي عندكم لحتى تقدروا تحلوها. ودائما في الحل اللي انا بقوله، انا دائما بواجه المشاكل كلها بابتسامي، في كل الحلقات بقول للناس ضلوا عم تبتسموا، ضلوا عم تبتسموا، واكيد اذا في عندكم فرصه انكم تشوفوا طبيب نفسي او بتعرفوا انكم انتم في حاجه انكم تشوفوا طبيب نفسي، روحوا شوفوا طبيب نفسي. اذا مثلا ما حابب تروح شوف طبيب نفسي، في عندكم الانترنت بالتليفون بالكمبيوتر، فيكم تدوروا بالانترنت، في كل المعلومات موجوده على الانترنت لحتى تعرفوا عن كل الامراض، تعرفوا عن الاعراض اللي عم تصير معاكم، تقارنوا اشياء باشياء. يعني صار الموضوع هلا بوجود الانترنت سهل جدا، صح، مبسط. فهي هي مالوغوزمون نو نفس الشيء، يعني قاعدين ننصح فيكم، احنا مازال ما بديناش بروحنا، ان شاء الله قريبا. اون بليس مالنا في لوروب كامل يروحوا لي بسيكولوج بكبار بصغار، باسكو على بالهم ديجا لا بريسيون تاع الحياه تاع العمل وتاع الدنيا لازم لهم بسيكولوج. يعني تلقى اي واحد كبير هكا خدام عشيه كي يكمل له اي وحده يروحوا يبخان ان كافي، يجوزوا البسيكولوج، يجوزوا هذيك الساعه تاعهم السويعه تاعهم، ويجوا داخلين الدار، باسكو على بالهم بلي ايزون بوزوان، انسان لازم يفرغ هذيك لا بريسيون اللي كانت عنده في لا جورني. طيب نيفين بدي اسالك سؤال، هل يعني هل انت بتعرفي او بتحسي انه انت في عندك مريتي بحالات من الاكتئاب؟ وي مريتي بحالات من الاكتئاب، كان لها علاقه بمواضيع لها علاقه بالعمل وضغوط الشغل وضغوط الحياه؟ كانت تراكمات، كانت تراكمات، تراكمات، باسكو انا انسانه اللي نورمال تري اوبتيميست، بزاف بزاف ايجابيات، ما كي نهار اللي ندخل في ديبريسيون سمعنا ما عندي تراكمات، ودخلت فيها. وي كيف قدرت تتخلص منها من هي المرحله؟ لا فيغيتي انا كيفاش الحاجه الاولى كنت صارحت بنفسي بالمشاكل اللي كاينين وتعايشت معاهم ونسيت نلقى لهم حل. حاجه ثانيه بالقران، اكيد بالقران كنت نسمع بزاف قران بزاف، وي كنت لازم لي ديجا كنت باش نرقد لازم لي قران، وكنت نكرم روحي بالقران. وماما كنت نحكي لها من داك ما يتوفي كنت نحكي لها من داك، مي با طول طون، باسكو من داك ثاني ما نحبش نحكي لها بزاف باش ما نمرضهاش ونعييها معايا. من هلا لعندك بينه نفس الجواب، نفس الجواب تاعي. اي والله غير نفسه، انا اصلا بطبيعتي نقرا قران يعني الحمد لله من هذا الباب، وبالعكس كيما نقاش نحس باللي عندي نقص، ومن غير القران ما نهضر، انا من النوع اللي يهضر من نفرغ، اذا لاحظته ما نقدرش نخبي في قلبي، اذا عندي مشكل ايا كان مع ايا كان لازم نفرغ، ابيها ما عنديش ديك الحاله الاكتئاب العميق، فنحس صحي باللي بديت ما نخليش نفرغ وش كاين في قلبي، رغم ما تعرفوني. هلا انا رح اقول قبل ما نرجع نكمل بالدراسه، وهي بما انه كنا عم نحكي عن التجارب الشخصيه، رح اقول انه في اشياء كثير بسيطه ممكن نعملها بحياتنا ممكن تساعدنا، لانه انا تبعتهم. اللي بيكون عنده اكتئاب لما صارت معكم انعزلتوا وقعدتوا بالبيت لا انا ما نعزلتش، ما عندك رغبه انك تطلعي وتشوفي الناس وتتعاملي معهم. انا هذيك الروتين اللي دخلني في الاكتئاب، الشيء الوحيد اللي ممكن دخلني في الاكتئاب هو الروتين، لي الروتين هذاك اليوم، فلازم نخرج منه بحاجه، وكاين احيان كثيره وين نقرر اني نتخلى، يعني ولا كنت خدامه ولا نقدر نخرج، عندي هذا المشكل وين نحس بلي خلاص شو بفادوني ولا شو بدي نضر في صحتي ولا في حالتي النفسيه جوكيت. طيب انا هلا بدي اقول انه رب العالمين خلق لنا الجمال حوالينا بكل مكان، خلق لنا الجمال بالطبيعه اللي عايشين فيها، بالناس اللي حوالينا، بعائلتنا، بناسنا، بطير عم يطير بالسماء، هذا كله جمال.
والجمال كله ما انخلق يعني بس لأنه انخلق جمال، هو انخلق لحتى يساعدنا بحياتنا، بيعطينا طاقة حلوة. مثلا لما بتروحي على البحر بتقعد على البحر قديش بترتاحي، بتحسي حالك ارتحتي. هدول الأشياء اطلعوا شوفوا، يمكن الواحد مثلا يطلع يمشي لحاله يقعد عند البحر يرتاح اكثر من روحه على الطبيب نفسه. هلا وكمان رب العالمين سخر لنا العلم والعلماء كمان لحتى يفيدونا، فهي النقطه اللي بدي اوصل لها انه ما تخافوا من الطبيب النفسي، لانه العلم والعلماء هم موجودين لخدمه البشريه. برايي قديش انت قلت هذوك يقدر يخرج يمشي برك ولا يروح لبحر يتنفس، معناها يدرس باقي يمشي ويشم هواء ويساعد في صحته. احنا المشكل برايي، انا مانيش مختصه، المشكل الاول في الاكتئاب ولا الدخول في حاله الاكتئاب هي عدم حب النفس تماما. فكان متفق لك نحب اكثر من روحي ولا نحب الناس، وما يحبوش روحهم. اذا حبيت نفسك تحب لونتواج تاعك وتقدر تعيش بيهم، ما تدخلش اصلا في حاله اكتئاب، ولا انك تتقبل اني اوكي دخلت في لاغوتين ولا تقلقت ولا حاجه زعفتني ولا نهضر كي نتقلق. انا بلاقي سبب من الاسباب الرئيسيه هو ان الواحد بيفقد ايمانه بشخصه او بحاله، ما يحبش نفسه بيفقد ايمانه بحاله، لانه بيصير ما بقى عم يشوف مستقبل، بيصير ما بقى عم يشوف حاضر، بيصير ما عم يشوف هذا كان معناها ما يحبش روحه. كي ما يحبش روحه اوتوماتيكمون من غير قصد يشوف لي كل حاجه محيطه به ما يش مليحه، دائما عنده حاجه ناقصه، عنده مشكل مع عاداته ولا حاجه تحب يحبها في لونتوراج تاعه، اوتوماتيكمون يدخل في الاكتئاب تماما. واللي ما بيحب حاله ما بيقدر يحب غيره، فلهيك بيقطع حاله عن الناس، ما بقى يقدر يتواصل مع الناس. انا كنلكم نقول احنا يا اخي مختصين. انا شوفي انا بصراحه الموضوع ما حبيت انه يكون مع مختص، كنا بنقدر نجيب معنا ضيف او ضيفه ومختص، بس انا حبيت نتناقش فيه من تجاربنا الشخصيه تكون اقرب لبساطه من دون كلام معقد وكلام علمي. كان جرب وما تفسيش طبيب تماما. كمان اسال مجرب ولا تسال حكيم، هيك نحن بنقول. نرجع هلا للدراسه اللي هي لها علاقه بالاكتئاب بالشرق الاوسط. انا كثير جرب بمسحوش بس احنا انا قلنا لكلش. اذا قلنا انه خصائص الشخصيه بالشرق الاوسط ايضا تساعد على افتراس هذا المرض، بدايه من تربيه عنيفي ما يؤدي بالنهايه الى ميل الشخصيه للخجل المفرط والتقدير المنخفض للذات، هذا اللي هلا كنا عم نحكي فيه، وفقدان الثقه بالنفس، فضلا عن انحياز دائما للتعامل بمثاليات مفرطه في نقد النفس. كمان هي اللي بيكونوا الاشخاص اللي بيسعوا للكماليه بشخصهم، كمان هي ممكن احيانا توجههم لمشاكل. تعززها ضعف القدرات المعرفيه وانماط التفكير الخاطئه التي تنتهي ايضا بالاكتئاب. هلا بدنا نروح على شركه الاتصالات اللي حكيت لكم عنها اللي هي اصداء بي سي دبليو، اللي عملت دراسة على الشباب العربي بعام 2019 وخرجت بنتائج تؤكد أن المرض النفسي أصبح يشكل مصدر قلق واسع النطاق بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشف المسح أنه أكثر من نصف الذين استطلعوهم يعتقدون أن المرض النفسي لا يزال وصمة عار في المجتمعات العربية، بينما وافق أقل من نصف المستطلعين على طلب مساعدة مهنية إذا استشعروا بأي معاناة من اضطراب نفسي. في امل في امل في امل انه اكثر من نص قالوا انه لازم نستشير اختصاصي. احنا اصلا جو با سيتي دي نوم، بصح نعرف بزاف سورتو من الفنانين الفنانات وخصوصا المؤثرين بزاف اللي وي يلجؤوا الاطباء النفسيين، وكان حتى اسماء وعايشين حياتهم. بالعكس هما اللي يقولوا لي ما نلعبش في طحوش هاي البسيكولوج، باسكو يعرفوا دي جون سبيسياليست. خاصه الفنانين في عندهم ضغوطات بحياتهم كثير في حياتهم المهنيه والشخصيه ايضا تنعكس على حياتهم الشخصيه. اما كان دي سبيسياليست في هاد لي دومين بوكوا با الواحد يروح لهم ويتنفس هكا واش عنده طاقه سلبيه يخرجها يفرغها. نروح ومن انا ومن بعد ايوه نشرب قهوه عنده اوكي. توضح هذه المؤشرات الخطره التقصير الشديد لكل المؤسسات المعنيه في المنطقه بمعالجه اسباب الظاهره، بدايه من ضعف برامج الصحه النفسيه المموله من الحكومات، وكذلك ضعف او ربما ندره فعاليات التوعيه المجتمعيه التي تتبناها وسائل الإعلام لزيادة الوعي العام وكشف خطورة مثل هذه الأمراض وطرق الوقاية والتعافي منها، لا سيما أن الطب النفسي أحد أكثر التخصصات الطبية التي تعتمد بشكل كبير على تعزيز الثقافة ورفع الوعي كجزء مهم من برامج العلاج والوقاية. أنا حبيت هاي الفكرة أولى كثير، لأنه بوسائل الإعلام نحن من مهامنا دائما نضوي على أشياء ممكن الناس ما كثير لانه مجتمعاتنا نحن ما كثير بيعطوا اهميه لهي المواضيع، فنحن دائما لازم نضوي عليهم لانه في عندهم خطوره. ما نون مواضيع بسيطه، ما نون مواضيع يلا لك مكتئب اطلع شم هوا وخلص، لا مو هيك كمان هي القصه ابدا، مو بهي البساطه. لهيك دائما بحب انه من خلال البرنامج نضوي على مواضيع يمكن الناس ما كثير بتفكر فيها او ما في كثير ناس بيحكوا فيها. اكيد موضوعك جد شيق، انا حبيته رحت معك.
رحتي معايا. جاي جيب لي على لايك غيبي مش حابه تروح لفالي مش حابه تروح. شوفي انت عم تقولي هلا صار لك يومين ثلاثه؟ لا اسبوع هكذا. انا صار لي 12 يوم ما بعرف. انا جديده. ديرك جديده ما في 3 ايام ولا 4 ايام برك انضميت. حكينا على موضوعك الاكتئاب الدارو والبيدون وعلى السنه الامازيغيه اللي نستقبلوها سويا يوم الارجاء اللي هي 1972 ان شاء الله. 12 يوم بين الميلادي والامازيغي 2022 استقبلناه سويا، ان شاء الله يكون عام خير ويدخل علينا بخير السنه الميلاديه والسنه الامازيغيه اللي حنستقبلوها سويا يوم الاربعاء نرجع ونذكر 1972. بزاف اللي ما يعرفوش على السنه الامازيغيه وعلاش هي سنه امازيغيه معروفه في الجزائر في المغرب العربي في ليبيا تونس المغرب وعلاش سموها اللي ما نعرفوش سنه الفلاح، السنه الامازيغيه سنه الفلاح، انت تعرفي هذه النقطه؟ كنت حكيتي فيها المبارح على الموضوع هذا لان البارح انت حكيتي على السنه الامازيغيه. لا ما حكيتش عليها. ما حكيتيش في هذا الموضوع. كنت ناويه ندير سوجي لكن ما هضرتش عليها. بس معلش قبل انا اسف بدي اقاطعك في معنا اتصال. عندنا اتصال يلا. مشان ما نخليه يستنى كثير الاتصال بناخذ اتصال بعدين. تفضل وهكذا تحكي وهو شيء يعرف على السنه الامازيغيه. اوكي مساء الخير. سلام. يا اهلا وسهلا. سلام بوني فين صافي بليزير لقيتك في هذه الميسيون. سلامتك وكاري مرحبا بك ثاني انت ومرحبا بين عندكم وكيفاش ثاني هذيك نسيت اسمها عندي نبغيك بصح ما اسمك راح لي طيب لازم نعرف اسمك نحن كمان من وين تحكي معنا على اسمي واسمك كيف زولي سميرة سميرة مرحبا بك معك من هنا الغضاب اللي غابت حوالي شحال من عام 10 ايام سميرة من وين عم تحكي معنا؟ هيك كنت تحكوا على واحد الموضوع عجبني بزاف وبغيت ندخل ندخل يعني غير كنصيحه لي فامي باسكو بزاف اللي مرضوا وما يلقوش السند العائلي ديجا غادي ينضروا ديجا من العائله تاعهم فهمتوني سي فري باسكو انا صرات لي ديجا مرض صافي دي زون وما لقيتش السند العائلي اها ومازلتني مشوكيا مالغري زعما ريحت شويه من هذوك المشاكل تو بصح راهي غايدتني تاع العائله اللي ما وقفتش معايا اسمها سميره لكن سميره اسكو انت شاركتي العائله تاعك وحكيتي لهم مشاكلك وحكيتي لهم الحاله اللي راكي تمري بها ولا خليتيها بينك وبين روحك لا على بالهم عندي خويا كان صاحبي واختي ثاني مدينه وكان صاحبتي نحكي لهم سوفون وصرت كاع قلت لهم راني نشرب تيكالمون هكا مي بالعكس هذو كانوا صحابي وفاتوني خويا واختي طيب سميره انا بدي اقول لك نقطه كثير مهمه دائما الشخص هو الشخص هو ذاته هو مصدر القوه تبعه ما مو ضروري يكون في عندنا سند حوالينا هلا اكيد سند العائله والاشخاص والمجتمع مهم بس مو هو السبب الاساسي لحتى نخلص من اي مشكله يعني اي سبب كنت تقولي فيها كنت تتكلي اكثر على اللي حواليك لا لونتو لحتى نخلص من اي مشكله بالحياه لازم نعتمد على حالنا وعلى قوتنا نكون نحن اقوياء نقدر نسند حالنا وبعدين اذا احتجنا اي مساعده من اي شخص ثاني او اي شيء مع لا فامي تاعك هي كانت متحقق هذاك السلام هذا ما ينطقش متحققت وسيرتو تاع خوتها عندك هذاك لو سوتيا مورال من انتوراج تاعك من لي باغون ولا من خياتك وخاوتك تو تافي نورمال بصح سافا با ديغ كو ما تعتمديش على نفسك انه كيما قلنا قبل كاين حاجه راني معتمده على نفسي قدرت نفتح داري الحمد لله الحمد لله طيب سميره سميره انا بصح مازالوا هما ما يهضروش معايا بالك انت هضري معاهم ديري لو بروميير با سميرة انت لا هما صغار عليا نورمالمون هما يرانجوني مش معليش سميرة بوتيت هما عندهم حاجة في قلبهم ديري لو بروميي با ابخي شوفي على حسب لو غوتور تاعهم كيفاش راح يكون اوكي سميرة سميرة نحن بدنا نعتذر انه خلص معنا الوقت بس انا بدي اقول لك كلمة واحدة انه نحن دائما موجودين هون رانجوني مع هذيك البسيكولوج هذيك الشابة صوفي ولا صوفيا لاباس اسمها صوفيا الزداني وصلتنا داكو خلي بكره الرقم تاعك للكونتور خلي الرقم تاعك ونحن بنتواصل معك ودائما نحن موجودين هون لسند اي من متابعين متابعينا شكرا لاتصالك يلا راح الاتصال اوكي نحن كمل وقت معنا وكان موضوع كثير كبير دائما بدي بس انا بدي اكمل بكلمه انه دائما الابتسامه اكيد بتحل لنا اي مشاكل مع نيفين او منال معنا مشكل ختام نقولكم اسقاسم الجاز سنه جديده وان شاء الله يدخل علينا هذا العام بخير وعلى خير ونلقاكم في عدد قادمه ان شاء الله ويا توحشوني عاودوا تفكروني لاني الغضب يلا باي الى اللقاء باي باي